راعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها جيشا من الجند والأحراس تحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه المهابة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فقال قولة صدق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك، حفظك رب وراك. سيدي، مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة، متعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى، وواقفين على اللمسات البيانية التي قد تثير التساؤلات بين آي القرآن الكريم. حقيقة هنالك سؤال شائق وشائق من الأهمية بمكان طرح في الحلقة المنصرمة بخصوص كون سيدنا إبراهيم رسول، وهل هنالك في القرآن ما يؤكد أنه رسول؟ وإذا كان، وما معجزته؟ لم يذكر له في القرآن معجزة كما قال السائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم يعني ورد الإيحاء إليه والتنزيل عليه والرسالة وكون رسول، وورد أيضا ذكر لقومه وذكر من آمن معه. يعني كل الأشياء، الأمور التي ذكرت في الرسل ذكرت في سيدنا إبراهيم. كيف؟ نعم، تفضل. لما ربنا قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يعني أنزل إليه. صحيح. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل. سليم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. نعم. إذن هذه الأمور ثابتة. طيب، يبقى هل هو رسول؟ وما قال صراحة أنه لاحظ. تفضل. لا، صرح برسالته. قال تعالى في سورة الحديد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم أرسلنا وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وإبراهيم. لكن لم يأتي حتى أرسلنا إبراهيم منفردا. لاحظ. تفضل. قال تعالى سبحانه في عنكبوت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم كذا، وإبراهيم إذ قال لقومه على تقدير أرسلنا إبراهيم أيضا. طبعا في كثير في الأعراف. نعم. فإذا ذكره أنه مو فقط، وإنما ذكر له صحف كتاب. يعني قال صحف إبراهيم وموسى. وموسى إن هذا لفي الصحف. يعني هو موحى إليه ومنزل عليه وهو رسول وهو له صحف أرسل عليه. نعم. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أم لم ينبأ بما في الصحف الأولى؟ مو هكا؟ نعم. بما في الصحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إذن هو أرسله وأوحى إليه ونزل عليه. بس الذي أنزل على موسى، على سيدنا موسى، توراة. هذا صحف المهم أنزل عليه شيء، لكن ليس له اسم كتاب معين. لا، كتوراة، إنجيل، قرآن. ربنا سمى صحف، احنا نسميها صحف. نعم. مثل ما سمى ربنا. إذن من حيث الرسالة ربنا نص على لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. ثم مو فقط هذا، وإنما ذكر قومه
يعني قوم، يعني هو قال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين أتتهم رسلهم بالبينات. هو رسول إذن وقوم له قوم. نعم. ذكر قوم سليم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. إذن هو إيش؟ له قوم وله رسالة وله كتاب. إذن يدعوهم. نعم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لاحظ، فلبث فيهم وإبراهيم إذ قال لقومه، بلغ السلام، تبليغ مثل بقية الرسل، اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن هو رسول سليم. ثم مو فقط هذا، ذكر من معه، يعني دعاة معه مؤمنين مثل بقيته. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. إذن دعوة وقوم ورسالة، وآمن من آمن، وقال فآمن له لوط. نعم. إذن هو مثل بقية، وقال فيه أصلا ما لم يقل في الأنبياء الآخرين. قال ماذا؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهكذا. نعم. ليس في الأنبياء، ما قال هكذا. قال وإبراهيم كان أمة. وإبراهيم الذي وفى. الذي وفى. إن إبراهيم كان أمة. صح. فيعني ماذا يريد يعني؟ المعجزة؟ نعم. طيب. المعجزة نعم. طيب ما معجزة نوح؟ هل ذكر القرآن لنوح معجزة؟ لا ما ذكرنا. ما معجزة هود؟ ما معجزة لوط؟ ما ذكر. ما معجزة يونس؟ ما ذكر. ما معجزة شعيب؟ لم يذكر. يا أخي هو ذكر معجزات، ذكر لسيدنا موسى وناقة. مش كل الأنبياء لهم معجزات. لم يذكر لهم. كل الأنبياء. عندهم آيات بينات لكن لم يذكر. هو ذكر ناقة صالح. وذكر سيدنا موسى. وذكر عيسى. إبراهيم هو هذا. ما ذكر في آخر. ورفس الخاتم دعاهم للإسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني ليس عدم وجود معجزة نصا في القرآن معناه راح نلغي نوح وراح نلغي هود وراح نلغي شعيب وراح لاحظك بالفعل قعدت القاعدة طيبة أنه كان الكل يتصور أو معظم الناس يتصور أنه كل الأنبياء لابد أن تكون لها معجزات مذكورة مذكورة لها إيه؟ يعني هي لها آيات بينات لا حرج يعني صح؟ حتى تؤيدها السماء أكيد. مؤيدون من قبل السماء من قبل الله سبحانه وتعالى لكن كونه يذكر أو لا يذكر أمر آخر هذا أمر آخر لهم آيات عندهم عندهم آيات يذكرونها وجاءهم حجج لكن لم يذكرها كلها ذكر يعني ما يتعلق بالدعوة والرسالة وذكر التبليغ سيدنا نعم. إبراهيم بلغ وكذا هو سمكم المسلمين هو سمكم احنا يعني على ملة أبينا إبراهيم أصلا صح ووصى به إبراهيم وبنيه ويعقوب شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى نعم. صحيح. فإذا يعني فأي شيء حتى في وصية سيدنا إبراهيم ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا يا أنتم مسلمون فذكر له الإرسال قال أرسلنا إبراهيم يعني هكذا بالنص لقد أرسلنا إبراهيم نوحا وإبراهيم نوحا وإبراهيم طبعا مثل بقية هذا نعم لكن ربما كان يتسأل أنه لم يأتي عليه النص الصريح مباشرة وحده ولقد أرسلنا إبراهيم خلاص مثلا وإبراهيم هذا عطف وإبراهيم إذ قال لقوم يعبدوا الله هذا نصا فيه هذا عطف على أرسلنا قبل الصحيح مثل ما جاء في سورة الأعراف بالضبط ده يعني سليم صح وإذا مسألة الرسالة هو أو إذن هو نبي رسول أولي العزم مرسل وأولي العزم وله قوم واتخذه خليلا واتخذ خليلا وله جماعة آمنوا به كما قوم نعم ومعجزة النار يعني إذا 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 كان هناك معجزة معجزة النار لم تنطل منه أي شيء خلاص لم تحرق يعني مثلا أو لم تحرق سوى القيود التي قيد بها خلاص لقد كان في إبراهيم والذين معه نعم. يعني له جماعة مؤمنون كم بقية الأنبياء نوح ما قال وما آمن معه إلا قليل بلى طيب قال ذكر والذين آمنوا إذ قالوا إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله نعم. يعني كل الأمور التي مذكورة في الأنبياء الآخرين مذكورة في إبراهيم وزيادة صح وزيادة أحسن. إنه اتخذه خليلا واتخذه كذا نعم. وفعلا هو أبو الأنبياء وأبو الأنبياء أبو الأنبياء نعم
كل الأنبياء الذين جاءوا بعد من نسل سيدنا إسماعيل وإسحاق. في قوله تبارك وتعالى: لكن الراسخون في العلم والمؤمنون منهم، يقول ربنا تبارك وتعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. لأنها قبلها والمؤمنون، وتأتي والمقيمين، وبعدها والمؤتون. فلما نصب المقيمين وهي معطوفة على المؤمنون، على المؤمنين، وبعدها أيضا المؤتون؟ لماذا هذا النص؟ هذا السميح للقطع في اللغة. القطع. نعم القطع يعني ينصب إما على المدح أو على الذم. نعم. يعني فهنا على المدح، مدح المقيمين الصلاة. نعم. فقطعها أمدح. أمدح. وتقول لي لماذا قطعهم؟ لماذا بالضبط؟ طب والمؤتون بعدها مر؟ لا الآن لاحظ، إحنا لو تقرأ الآية: لا لكن الراسخون في العلم والمؤمنون منهم. نعم. يؤمنون بما أنزل إليك. نعم. وما أنزل من قبلك. نعم. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. نعم. والمؤمنون بالله واليوم الآخر. الوحيد المقيمين فقط منصوب. فاهم. فاهم. والمقيمين الصلاة، ولكن بعدها مباشرة نقول والمؤتون، مع أن فيها عطف أيضا على المقيمين. فإذا كانت المقيمين معطوفة على المؤمنين، فنصب المقيمين ورفع المؤمنين، وبعدها المؤتون رفعها لا أيضا. لا بس لا بس لا بس. الآن الأعمال العبادية الظاهرة ما مذكورة في الآية، أي شيء مذكور؟ العبادات الظاهرة العملية. نعم. ما هي؟ فقط المقيمين والمؤتون الزكاة، والباقي إيمان سليم. صح؟ صح. فيها عبادة يعني ظاهرة؟ فيها عمل؟ لا. فيها فقط المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، أي شيء بعد فيها؟ عمل. ما في. ما في آخر. سليم. أي الأهم، الصلاة ولا الزكاة؟ الصلاة. خلاص، والمقيمين الصلاة هو اللي الله أظهرها طبعا، قطع على العباد يعني فرق عن هذه. صحيح. هذه لا تسقط المقيمين الصلاة، وأول ما يسأل عنه لا، وهي أهم عبادة بالمرة. لا تصح مريضا كذا كذا، فيها الأمر فيه سعة في الصلاة. أما الزكاة طبعا لها حد ونصاب وكذا، نصاب وأوقات وكذا وبالسنة. صحيح. فلذلك طبعا يعني نعرفها. ماذا يا دكتور؟ ناخذ الواو قطع. لا، الواو عاطفة. الواو عاطفة، وهذا مفعول به لفعل محذوف تقديره وأمدحه. الحذف هنا جوازا؟ جائز. نعم. جميل. جمع علماء، ماذا يعني جمع؟ أي كلمة؟ احتمال جمع عالم واحتمال جمع عليم. تسير؟ هو في هم يعني يجمعون عالم على علام، وعلى عالمون مذكر سالم، وعلى علماء، وجمع عليم مثل جاهل جهلاء، يجمعهم عالم علماء. نعم. ويجمعهم على عليم وهو الكثير، يعني القياس تقريبا، يعني كبير كبراء، صغير صغراء، عظيم عظماء، عليم علماء، فعيل فعلاء كثير، هذا شريف شرفاء ممكن. نعم. فعليم علماء، إذن هذه يعني علماء جمع عالم أو تحتمل. عليم تحتمل. نعم. وطبعا علام موجود في اللغة. علام تكون جمع ماذا؟ عالم؟ جمع عالم مثل كاتب كتاب. علام طبعا مثل كاتب كتاب. بس جديد على الأذن علام. يعني والله جهلنا بالشيء لا يعني عدم وجوده. اي نعم. هو احنا نعم. يعني كنا نسمع احنا صغار العلام. علام. احنا صغار نسمع. ما شاء الله. جميل. يعني العامية. نعم. العلام يعني علماء. زمان كانوا كثر. يعني الان كثر ايضا ما شاء الله يعني. إذا علماء، علماء جمع عالم واحتمال جمع عليم تحت. نعم. جيد. في قوله تبارك وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ما معنى من هذه حضرتك؟ هل تبعيضية؟ تبعيضية. تبعيضية طبعا. مش كل ذريتي؟ شلون كل ذريتي؟ في 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 كم يعني فيهم كفار ولا لا؟ ذرية إبراهيم لم يؤمن به. مش مش مشركي قريش مو من ذرية إبراهيم؟ عابد الأصنام مو عرب مو أبناء إسماعيل؟ الله أكبر. إحنا خسرنا ذريته أو أبنائه فقط يعني. الذرية إلى أن تقوم الساعة طبعا. ومن ذريتي. يبقى التبعيض طبعا. تبعيض بقى اللمسة البيانية في هذا. هو التبعيض يعني لا يصح أن يقول ذريتي أساسا لا يصح، لأن معنى ما حد يكون كافر منهم أو كذا، هذا لا يمكن. يحتمل هناك من مشرك لم يؤمن كافر كذا. كثير كثير جدا. صحيح. أهل مكة كم وغير أهل مكة، ولا إسماعيل وقسم من اليهود كم وقسم. نعم. أولاد إسحاق. صح. لا يمكن يعني. صح. لا يمكن. سليم.
طب يعني بخصوص عليم وعلماء وعلام، ما تفضلت به في قول تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض إن في ذلك لآيات للعالمين. مفرد عالمين، ولماذا لم يقل علماء؟ ده المعروف يعني، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما الفرق؟ طبعا هذه الآية فيها قراءتان متواترتان، الأولى للعالمين، والثانية للعالمين. عالمين، طبعا ما الفرق؟ عالمين العالم، الناس، العالم، العالم، عالمين جمع عالم، جمع عالم، الحمد لله رب العالمين. تمام. يبقى لما بالمناسبة استطراد جانبي، عالمين جمع عالم، الإنس أم الجن أم كلاهما؟ عالم عام في عام، الأغلب، الحمد لله رب عالم العالمين، عموما. عامة. حسنا، طيب. يبقى طبعا لو قال علماء ما راح القراءة الثانية مصلح، عالمين علماء هي صح، عالمين، لكن لماذا هذا الاختيار تحديدا؟ تحديدا؟ لماذا؟ طبعا راح يجمع العلم وعموم الناس، لماذا؟ لأن هذه الآيات واضحة لا تحتاج إلى علم كبير. نعم، يعني خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه كلها تدركها حتى لو كان عنده علم قليل نعم، من آيات الله. صح، فلذلك لا تحتاج يعني إلى طول سعة نظر تدبر طويل، تدبر وتأمل وكثرة علم وزيادة، لا تحتاج، لا تحتاج. فهي حتى بدأ يعني عنده علم قليل أو عموم الناس يعلمونها. نعم، ولذلك لا يحتاج علماء هنا، لا تحتاج إلى علماء، إنما يخشى الله شيء آخر، أيوة، يعني في مقام آخر. لكن هذه ظهور هي هذه الآية ظاهرة وضحة للعين، واضحة، واضحة للخلق عموما، عدم خفائها، إذن هذا لا تحتاج إلى تبحر كبير، أي واحد يدركها. ولذلك هي للعالمين والعالمين، عموم الناس يفهمونها، للاثنين، للاثنين، لمن كان. وتحت أمل العلماء فهو حدد بصفة العلم وماهيته طبعا وكثرته وفضل العلم. طبعا نعم. هل بهذا المنطق كيف نفهم في قول تبارك وتعالى والفرق يعني: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا؟ المقسطين والقاسطين، الفرق بينهما والأصل الاشتقاق لهما كلمة قسط الاثنان. نعم، طيب، قسط، قسط بمعنى جار وظلم، جار وظلم. أقسط أزال الجور، معنى أن يكون عدلة، همزة ماذا؟ التعديل؟ همزة ماذا؟ سلب، سلب، مثل جار وأجار. جار جار ظلم ظلم، أجار، احتمى به، طلب حمايته، صرخ وأصرخ. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، صرخ وأصرخ، نفس الشيء كله، هذا يسمى السلب. هو صرخ بمعنى استغاث، صح، وأصرخ أزال صرخه، أغاثه، أغاثه. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، اسمها همزة سلب. نعم، سلب، تسلم. فإذا قسط جاره، ظلمه، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الذين ظلموا وجاروا طبعا، وأقسطوا، لا عدلوا، أزالوا الظلم. إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين، وهذا وأقسطوا، وأقسطوا، وأقسطوا. طب لو أنا عايز أقول له فعل أمر من قسط، يعني قهضة، اظلم، يعني لا يمكن أن تكون بفتح الهمزة، اقسط، 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 لا تكون اقسط بالهذا. عجيب، الفتحة والكسرة تغير الدلالة بشكل كبير في اللغة، مع ان كانت الحروف واحدة كلها جدا، يعني الهمزة والقاف والكذا والطاء. بس هذا يعني اقسط همزة قطع، واقسط همزة وصل، وصل، وصل نطق بالساكن، لأنه فعل أمر يعني. بينما اقسط لا، اقسط همزة قطع، يعتبر رباعي أم ثلاثي؟ ثلاثي مزيد، مزيد، ثلاثي مزيد بحرف. ليس هنالك فعل رباعي مجرد أوله همزة في العربية. جميل هذه القاعدة. أبدا أبدا أبدا، ليس في العربية فعل رباعي مجرد أوله همزة. عجيب، مطلقة قاعدة طيبة، لما نجدد رباعي أوله همزة يكون ثلاثي مزيد بحرف قطعا. لا بأس. فقوله تبارك وتعالى، جميل هذه المنح يا دكتور، يعني منح، يعني الحكم على العربية بالألفاظ والأساليب، هذا الشيء طيب حقيقة، يعني ليتنا نخصص له حلقة، إنه فيها فائدة، وأي فائدة طيبة حقيقة. ف
فأخرجناهم من جنات وعيون. فتستمر الآيات لأن يقول ربنا تبارك وتعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كيف يورثها بني إسرائيل وهم خرجوا منها؟ ألم يخرجوا مع سيدنا موسى؟ هو أعطى بني إسرائيل مثلها في الخيرات، خيرات يعني أعطاهم جنات وعيون وكنوز، ليس معناها هي نفس الأرض. يعني أعطيك مثل، لاحظ: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نفس الكتاب؟ لا، مش نفس الكتاب. كتاب موسى هذا كتاب آخر. صح، احنا نفهم الميراث انه نفس الشيء ينتقل لا. بعينه هكذا. ثم أورثنا الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. راح يلقى الكتاب نفسه، لو كتاب آخر. لا لا، هو نفس الشيء. يعني فأخرجناهم من جنات وعيون، يقصد مصر، ولما يبدلهم أبدأهم في فلسطين يورثهم أورثهم خيرا، أيضا أورثهم جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. إذا لم يورثهم مصر تحديدا لا لا التي لا خرجوا لا منها، لا لا كان السؤال لا يتبادر للذهن، لا هم خرجوا مع فرعون، فكيف لا أورثها؟ لا 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 لا. أم يا بني إسرائيل يحتجون بهذه الآية لكي يعودوا إلى مصر مرة ثانية يا دكتور؟ يعني إذن الميراث في اللغة لا يستدعي أن لا يكون لا. هو عين الشيء نفسه، لكن ربما المبادئ، القيم، شيء بديل مماثل له صح مثلا صح في مكان آخر، صح يحتمل. صح. وما قال عدناهم إلى الأرض. وتكلم عن الجنات ولا نقول أورثناها؟ إيه، أورثهم جنات وعيون مثل ما ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. ونفس الكتاب؟ لا، خلاص تغير الكتاب. نعم، تمام. أورثهم الفرق بين التارة والمرة. التارة تأتي بمعنى الحين. الحين. نعم. طب والمرة؟ والمرة الفعلة الواحدة أحيانا. التارة قد تأتي بمعنى المرة، يعني أنت تقول ضربته مرة، ما تقول ضربته تارة. ما أقول ضربته تارة. لا طبعا. يعني قعدت حين أضربه. حين ضربت حين. لا. الحين تقصد الوقت؟ الوقت نعم. يعني مثلا تجلس عندي تارة واجلس عندي تارة عندك ثانية تارة. أخرى. تارة. هذا الوقت. الوقت هذا. بينما المرة هي الفعلة الواحدة. ضربته مرة واحدة، مرة. هل الحين هذا له مدة أو ممكن يكون لحظة؟ لا لا، قليل قليل. يعني نقول مثلا أنظر إليه فتارة يفعل هذه وتارة يفعل. لا لا، ثم نعيدكم فيه تارة أخرى. لا. أيوه. ليس. يعني قد تأتي التارة أحيانا بمعنى المرة، لكن هي الأصل هو هذا. التارة هي ظرف. التارة تارة هي ظرف زمان بمعنى حين، وقت، ظرف زمان. طبعا ظرف زمان. تمام. مرة هي الفعلة الواحدة، الفعلة. اسم مرة يسموه اسم مرة، يعني واحدة فقط. تمام. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، سحاب مفرد وثقال جمع، فلما جاء هذا تغيرت المفرد والجامع، وما اللمسة البيانية في هذه الآية؟ السحاب اسم جنس جمعي، المفرد سحابة. هو سحاب مش مفرد؟ لا. سحابة. سحابة. أو سحابات. أيضا سحابات، سحب. سحب. وحتى جمع. وسحاب جمع وسحب. اسم مثل تمر، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. زي نخل. نخل. نخلة. تمر. تمرة. تمر نفس الشكل. سحاب، سحابة. سحابة المفرد هي سحابة. مش سحاب. السحاب اسم جنس جمعي. جمع. وبالتالي ثقالا طبعا تأتي مع الاسم وأصلا الجنس الجمعي. أصلا هذا الاسم الجنسي الجمعي. نعم. يعني يذكر ويؤنث ويفرد وصفه ويجمع، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. مسخر. مو يعني اسم الجنس الجمعي فيه سعة، في وصفه بين العدد والنوع مثلا، والمذكر والمؤنث. قال: وينشئ السحاب الثقال. قال: والنخلة باسقات. السحاب المسخر باسقات. ممكن يقول باسق، ممكن يقول باسق، يجوز جبعاً. اللغة تحتمل. تحتمل. هذا اسم الجنس الجمعي فيه سعة، فيه تصرف. اسم جنس جمعي مفرد بينه وبين، يحرفون الكلمة عن مواضعه، مذكر سوا. صحيح. والكلم بعد اتكلم عن اسم جنس جمع، طبعا يعني كلمة مفردها كلمة اسم جنس. هو يميز بينه وبين المفرد بالتاء. التاء هذه بالتاء. نعم. اسمح لنا ناخذ فاصلا ثم نواصل لقاء مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، بعد الفاصل نواصل، كونوا معنا.
مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي. مرحبا. بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول، وبعدين ربنا يقول مرة: استجيبوا لله وللرسول. فلما يقول للرسول مرة الرسول، مع أنه الاستجابة واحدة أو الأمر واحد في كل، واللمسة البيانية لهذا التغير؟ احنا عندنا قاعدة تكرار في التوكيد. نعم. استجيبوا لله والرسول، استجيبوا لله وللرسول، آكد لأن تكرار. نعم. يعني مررت بمحمد وخالد، مررت بمحمد وبخالد. يجوز؟ طبعا. قل مررت بمحمد وبخالد. طبعا. مش قبلها الباء يقولوا بفسرها المذكور قبل حتى يكون هناك تكرار باللغة؟ لا لا، يعني حسب هذا، حسب التوكيد. مررت بمحمد ومررت بخالد. نعم. كله. لا، لكن هو نعم. تمام. التكرار في التوكيد معنى أنه لما كرر اللام استجيبوا لله وللرسول. نعم. آكد. كيف السياق لو نقرأ، هو أصل فعل استجاب لي. نعم. وليس إله، هو كان أظن السائل لماذا لم يقل إله. بالضبط، هو استجاب لي أم استجاب إله؟ لا إله، لا اللام استجاب لي. نعم. وفي القرآن لم تجد استجابة إله أصلا. تماما. كلها أبدا. طيب. وفي اللغة عموما هي مع اللام. نعم. يعني فاستجاب لكم، فاستجاب لهم، فاستجاب له فصرف عنه كيدهم. نعم. يهديكم الله سبحانه. السياق هو الذي يحدد. إذا كان الكلام على الرسول في السياق أكثر، وهو يؤكد ويفصل. تمام. إذا كان لا، الكلام يعني لم يرد على الرسول وإنما في المناسبة هكذا جاء، يحذف يوجز. في آل عمران الكلام ليس على الرسول وإنما عن الله. استجيبوا لله والرسول. الذين استجابوا لله، استجابوا والرسول، لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. نعم. للذين خلص فانقلبوا بنعمة، لم يذكر الرسول، بينما بالأنفال استجيبوا لله وللرسول. إذا دعاكم لما يحييكم، يا أيها وراها، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وقبلها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا. فإذا السياق في الأنفال هو عن الرسول قبلها وبعدها. نعم. ففصل وأكد قال لله وللرسول. في آل عمران لم يذكر. هو حقيقة شبيهة بالطاعة، لما يقول أطيعوا الله والرسول، أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أيهما أقوى من حيث؟ لا، تكرار. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طبعا. يعني جعل طاعة الرسول يعني بنفس المنزلة. مو نفس المنزلة لكن قوية. يعني قوية. قوية. أبو أطيعوا الله والرسول. أقل. ولذلك لاحظ، خلي أقول لك أمر حقيقة. تفضل. يعني حيث تكرر لفظ الطاعة السياق في ذكر الرسول يتكرر. قل لي مثلا. وحيث لم يتكرر لفظ الطاعة لا، فقط لله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نعم. خلاص، ما في شيء آخر. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم. لاحظ، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. أذكر الرسول. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. الرسول. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. حيث كرر الطاعة تكرر ذكر الرسول في السياق. لكن هل هنا يعني في كما قال ربنا تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى. تمام. وإلى الرسول. إذا قال خارج القرآن طبعا، يعني إذا قال فردوه إلى الله والرسول، هل هذا يتغير عن قوله تعالى فردوه إلى الله وإلى الرسول؟ أم نفهم بمعنى إلى أن هنالك أن الرسول سيأتي بتشريع مكمل للقرآن الكريم وهي السنة فنلتمس فيها؟ موضح. موضح. موضح، لأن هنالك أمور الرسول يوضحها. نعم. لما ربنا أجمل أشياء
في الصلاة وغيرها، فصلتها السنة. مو هكذا؟ ولهذا قال إلى. نعم، لأنه ما يوضح، الله. ليس لواحد آخر له الحق في ذلك. جميل. إذن فاستجاب له لي وليس استجاب إلى. أحسنت. سؤال من أحد المشاهدين الكرام كان يتساءل عن أسماء الجنة، وهل نساء الجنة كلهم كواعب أتراب، وينطبق هذا الوصف على نساء الدنيا أم ماذا؟ هذا سؤالين. نعم، مجموعة ما شاء الله. يعني أسماء الجنة. نعم. أسماء الجنة يعني في القرآن يمكن كثيرة سماها، طبعا الاسم الجنة هو المشهور. نعم. سماها دار السلام، سماها والله يدعو دار السلام. دار السلام. لا دار السلام. سماها جنة الخلد. نعم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ هذا نوع مرتبة درجة في الجنة، وصف آخر. وصف أم هي درجات البقاء. أم أنواع أم قد وصف؟ قد تكون، لكن هي أوصاف هذه يعني بدلالات لغوية خاصة. وجنة المأوى. المأوى يعني تأوي إليه، تنضم إليه، تأتي إليه. جنة المأوى دار المقامة، مقال الذي أحلنا دار المقامة من فضله، من باب دار من المقامة. صحيح. من الإقامة. نعم. كذا. والفردوس. جنات عدن. عدن. العدن هو الدوام والبقاء والخلود أيضا، البقاء. هذه الإقامة. صفة. على هذا المنطق جنات تجري تحتها الأنهار، وجنات تجري من تحتها الأنهار، يعني هذه درجات أم أنواع أم قد تكون درجات أم وصف لما يحدث داخل الجنة وهو موجود فيها؟ قد تكون. نعم، عدن هي جنات خاصة يعني تذكر. نعم. والفردوس، والفردوس الأعلى. لكن لها معاني في اللغة. من أسماء الجنة لاحظ دار السلام، جنة الخلد، دار المقامة، جنة المأوى، جنات عدن. عدن الإقامة. 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 طيب. الفردوس. الفردوس هو البستان حقيقة. في اللغة. في اللغة طبعًا. الفردوس. الفردوس. وإذا الفردوس أعلى. الرسول إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى. لا. هل في فردوس غير أعلى؟ إذا كان بمعنى اللغة الفردوس البستان. فكلها فردوس راح تصير فراديس. لكن الأعلى هذا. أعلى وأقل. طبعًا. طب والرضوان. نسمع يقول جنة الرضوان، جنة رضوان. أما هو ملك، ملك الجنة اسمه. ما 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 هو صاحب الجنة، خازن الجنة. ما يعني صاحب الجنة رضوان. هي اللغة تفرق بين ملك الجنة أو صاحب الجنة وخازن النار، يعني صاحب وخازن، حتى خزانتها وخازن وكذا، فيها صعوبة وفيها شدة. تصور جنات النعيم، مرة بنسمها جنات النعيم. صح. إن للذين جنات النعيم وسماها النعيم، النعيم الجامع لجميع. نعم. الجنات. المقام سماها المقام الأمين. في ماذا؟ إن المتقين في مقام أمين. الأمين من كل مكان. سماها مقعد الصدق. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سماها قدم الصدق. قدم إن صدق. لهم قدم. فأسماءها في القرآن كثيرة يعني. عجيب. إذا مش اللي احنا عارفينه حضرتك سبع درجات وكذا. لا، هي درجاتنا أكيد يعني، يعني درجات هي عالية كثيرة. لكن هذا وصف مثلا، هذه أوصاف لدرجات هذه الجنة. محتمل أوصاف، لكن محتمل. محتمل تكون أوصاف. طب هل نساء الجنة كلهم كواعب أتراب؟ هو هكذا يعني ذكر أنه كواعب وأتراب. أتراب يعني على سن واحدة. أتراب كم؟ ما فيش سن. لا، هم يعني لم نحدد الأقران في السن. هو يعني كلنا نبقى في عمر واحد. لا، كلنا إن شاء الله. الله خرج التلقائية. لا، هو لما قال، لما قال كواعب. كواعب يعني ماذا؟ يعني بداية الشاب اللي تكعب ثدياها وتدارى في أول الشباب. نعم. هذا جمع مفردها كاعب. 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 فلما كان قال كاعب يعني معروف هذا. لما قال أترابا يعني إذن كلهن بداية الشباب. بداية الشباب مع ارتفاع يسير. والتراب جامع ترب. الترب هي القرينة في السن. نعم. يعني مثلها في السن. وتينة غضت الأفنان باسقة قالت لأترابها والصيف يحتضر. إيه؟ قالت لترب معها جالسة. نعم. قالت لترب معها جالسة أخيتي هذا الفتى من؟ قالت فتى يشكو الهوى متيما. قالت بمن؟ قالت بمن؟ قالت بمن؟ قولوا لي مرة ثانية حتى استمتع. قل. نعم. قالت لترب معها جالسة ايوه أخيتي هذا الفتى من؟
تمام. قالت فتى يشكو الهوى متيما. قالت بمن؟ قالت بمن؟ قالت بمن؟ بمن قال بك يعني. يعني بك. جميل. ونساء الجنة كلهن، وبالعكس يعني هن نساء الدنيا. هل يعني ينطبق عليهن؟ بالعكس كله أفضل. أفضل. طبعا. يعني نساء الدنيا أفضل من حور الجنة. وأجمل. يعني نسمع أن الحور يعني تصنع في 500 عام، ولو أطلت على الدنيا لأنارتها، ما بال بنساء الدنيا؟ نساء الدنيا راح تكون أفضل وأجمل. الله أكبر. نعم، لأنه هذا كان النشأ في طاعة وفي ما حصل يعني لهن. بس خلينا نغير بقى، في الجنة ناخد حور عين يا دكتور، يعني هيبقوا معانا في الدنيا وفي الآخرة يكون أفضل بإذن الله تعالى. طب وبالمناسبة للنساء المؤمنات، وكلهن صالحات ما شاء الله، يعني كل مشاهداتنا الكرام يروحوا الجنة، هذه دعابة ليس إلا يعني. في الجنة هنبدل أيضا، يعني هيبقى عندهم رجال ملائكة أم نحن أم؟ لا لا. طب إحنا لنا حور عين، طب هم ماذا لهن؟ أنا أدافع عن النساء، يعني نسأل للنساء ماذا لهن؟ يعني لم يكن لهن خلق، يخلق لهن خلقا. الله، كل سيرضى يعني في الجنة، كله سيرضى. كل سيرضى. بارك الله فيك. يعني أنا ما قلت بخصوص الزوجة، هي دعابة ليس إلا، يعني المرأة هي من هي خلقة الله سبحانه وتعالى. بالقرآن الكريم ونحن نقرأ أي القرآن الكريم يا سيدي، مرة نقرأ في قوله تبارك وتعالى الفوز العظيم، ومرة نجد الفوز الكبير، ومرة نقرأ الفوز المبين، فلماذا تختلف وما اللمسة البيانية في كل واحدة على حدة؟ أعلى الفوز هو الفوز العظيم. أعلى الفوز. نعم. إذن العظيم أعلى. أعلى الفوز، ولذلك يعني ما يرد في القرآن في الفوز العظيم كله أعلى مما ورد في الفوز المبين والكبير. والكبير. الفوز المبين أصلاً هو ورد بشيئين فقط، صرف العذاب والإدخال في رحمته فقط. يعني ماذا قال؟ قل لي. هذا موطنين. نعم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، صرف العذاب. العذاب فقط. زين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. ما ذكر جنة، قال في رحمته. لكن نقطة خطيرة يا سيدي بعد إذنك، مجرد صرف العذاب هذا فوز. طبعا. مجرد صرف مجرد العذاب. مش مهم نعيم جنة، المهم أن يصرف العذاب. لا طبعا. لا إله إلا الله. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. لا إله إلا الله. ذلك الفوز المبين. هذا الدخول في الجنة هذا أمور كبيرة، هذا جدا يعني. نعم. إذن المبين ربنا ذكر في أمرين فقط، صرف العذاب والإدخال في رحمته. طيب. ليس التصريح في الجنة. طب والكبير؟ الكبير هذا راح أقول لك، هي آية واحدة فقط. فقط. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. جنات تجري من تحتها الأنهار. لا ذكر خلود، لا ذكر شراء جنة، لا ذكر عدم الخوف والحزن، لا ذكر يعني مساكن طيبة، لا ذكر معهم الأزواج والذرية. لم يذكر ما ذكره في الجنات ودرجاتها الأخرى في غير ما آية من القرآن الكريم. يعني وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. أي هذا كبير. هذا عظيم. عظيم. ليس كبير، هذا عظيم. أعد الله. نعم. لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين، يعني لاحظ، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الكبير فقط، ما ذكر إلا جنات تجري من تحتها الأنهار فقط. الباقي العظيم يزيد عليها، يزيد عليها في الخلود وهذا وما إلى ذلك والمساكن الطيبة وما فالعظيم. نعم. أعلى شيء. يعني إذا ما إنه العظيم والكبير إذا خدناه من الناحية اللغوية، أسماء لله سبحانه وتعالى. لا، صفات يعني عامة لله ولغير الله. هو طبعا العظيم. لا شك. هي نقول أسماء أم صفات؟ صفات. يقول ولله الأسماء الحسنى. نعم، وهو أسماءه وصفاته. يجوز يعني لغة يجوز. طيب بس لكن هل يعني هنالك اسم ينماز عن الاسم الآخر أو له منزلة ثانية باللغة مثلا غيره؟ في اللغة لا لا، هو يعني حسب يعني طبيعة الاسم. يعني هنا العظيم والكبير مثلا، الكبير كبر عظيم من العظمة. يعني لاحظ يعني
احنا ممكن ان نصف شيء بعظيم، اولئك لهم عذاب عظيم ربنا قال، مو تمام، مو هكذا، يجوز مو هكذا قال سليم. عظيم. نعم. لكن لاحظ الحي القيوم، صفات القيوم، صفات خاصة هاي بالله سبحانه ايوه وتعالى، الخالق الخلاق العليم، صفات خاصة. فإذا الرحمن، الله سبحانه الرحمن وتعالى الرحيم يمكن يوصف بها غير الله، هذا غير الله. نعم صحيح. فإذا الرحمن لا، الرحمن لا. فإذا هنالك عن صفات يعني تختلف الدلالة. نعم سليم بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم، الآية الكريمة. لماذا بدأ ربنا تبارك وتعالى بالثلاثة؟ ما ممكن تكون النجوى وهي الكلام سرا بين اثنين، يجوز يعني يحتمل، فلماذا بدأ بالثلاثة؟ أولا الآية هذه يمكن هل صارت إشارة سابقة ولا لا لها، هذه الآية هي أصلا نزلت في قوم من المنافقين تخلفوا للتناجي. نعم. بهذين العددين أولا، فهذا ذكر لهذه الحالة، لهذه الواقعة، تعريض للواقع الذي حصل. نعم. هؤلاء ثلاثة وخمسة، هذا واحد. يبقى السؤال يعني الآخر، يعني لو فرضنا أن هذه ليست واقعة، نعم سليم، لماذا بالثلاثة؟ لاحظ هو أقل التناجي اثنين ولا لا؟ سليم، واحد ناجي ويا نفسه، لا نجيت نفسي يعني منو دراما. التناجي الكلام بين اثنين، بين اثنين. نعم هكذا. فلما قال ولا أدنى من ذلك، هو بدأ بالثلاثة، دخل الاثنين ولا لا؟ ثلاثة بدأ، دخل الاثنين طبعا، دخل الاثنين. لو بدأ بالأربعة ما راح يدخل الاثنين، راح يدخل الثلاثة. صح، تمام صح. زين الآن الخمسة لما قال أدنى، لا الخمسة دخل فيها الأربعة ولا ما دخل؟ دخل، دخل أدنى من ذلك، ثلاثة ما دخل، بقول ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. يعني إذا كلها صارح دخل فيها. لما بدأ، لو بدأ بالاثنين ما راح، لا لا ما يصح نقول أدنى من ذلك، لأنه هيبقى واحد، هذا ليس تناجي. لما ذكر ثلاثة راح يدخل فيه اثنين، فينطبق عليه ولا أدنى من ذلك اللي هم اثنين. اثنين. لما قال ولا خمسة راح يدخل فيها الأربعة، صح، ولا أدنى من ذلك، حد اثنين، صح. فإذا دخلت كلها فيها. يعني هو من حيث المنطق التصوري ما لا يجوز ان يبدا باثنين طبعا، لانه يعني ولا ادنى من ذلك يكون واحد يكلم نفسه حتى. طب ما يصير هذا يعني، او قد يتبادر لديه ما والله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. واحد تخفي، لكن ليس مناجاه انت تناجي نفسك يعني مع منافقين وكلام وكذا، صح. لا لكن، لكن انت الان لو تمشي بالشارع وتشوف واحد يكلم نفسه، نعم والله سلام، ما يعرف اذا يتكلم بالموبايل ولا لا يعني، لكن عاده يعني صحيح. نعم. يعني لو كان يكلم نفسه هكذا، ما بقوله حديث الذات يا دكتور الآن، حديث الذات في نفسه يعني، مو يكلم سيكولوجي ولا حديث الذات الآن، منو دراما، ليس تناجي، يكلم نفسه هكذا، ليس تناجي، ليس التناجي. أحسنت، التناجي اثنان فما أكثر. نعم. في اللغة، في العرف، في كل شيء. تمام. مرة القرآن الكريم يستخدم ولد، ومرة يستخدم غلام، حتى في قوله تبارك وتعالى: أن يكون لي ولد وأن يكون لي غلام، مع أنه القائل واحد، لكن لماذا يختلف ولد عن غلام، وما الفرق لغويا واللمسة البيانية في استخدام القرآن هنا؟ أظن ولد وغلام أظن جاءت في آل عمران وفي مريم أيضا بشكل آخر. نعم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، سيدنا زكريا. نعم. تمام. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا. يحيى. نعم. غلام ولا لا؟ هي غلام. قال ربي أنا يكون لي غلام. قال بيحيى. طيب. قال. طب هو معذرة قبل هذه، هو الغلام في اللغة له عمر والولد له سن معين يعني؟ اللغة تفرق أم لا تفرق؟ تفرق. الولد أو الغلام من كم؟ لا الولد عامة حتى الكبير، الغلام بطر شاربه يعني بعد في أول. في أول. في أول شيء. نعم. أول مراحل الصغر. أول مثلا. إنما الولد عامة. عامة. يعني أنا ولد. الولد عامة. نحن أكثر من كمالا وأعز، أنت تراني أنا أقل من كمالا وولدا. إذن هذا لما ذكر بشره بيحيى يبقى غلام. غلام. طيب. الآن نأتي ولد. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، كلمة عامة ولا غلام؟ كلمة عامة. اسمه المسيح عيسى، بكلمة. قالت ربي أنى يكون لي ولد،
قال كلمة، على عموم على ان كلمة كلمة مدلول عام الكلمة فالولد تكون عامة. عامة. ولذلك لاحظ لما في سورة مريم لما قال لأهب لك غلاما غلام زكية، سأعطيه قالت خشخات أن يكون لي غلام، الغلام لأن قال لأهب لك غلاما، قالت أن طفل يكون لي صغير. غلام. فلما حددت حددت لما ولما عمم أطلق أطلق، أطلقت. أطلق الكلمة عامة، إنه أن يقول له كن فيكون عامة. سبحانه وتعالى. لكن من حيث اللغة هنالك فرق بين هذا وذاك، هنالك حتى مراحل للطفل، غلام شاب كذا. حتى عبد الله بن عباس كان يقول ترادف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام إني أعلمك، صغير غلام صغير، صغير إنما ولد ممكن صغير أو كبير، لا عام كبير. كبير. نعم، في قوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أوائل سورة البقرة وتلك آيات الكتاب. في ذلك يعني لماذا ذلك وليس هذا الكتاب؟ وما معنى الكتاب؟ القرآن هو؟ كتاب القرآن، نعم لا طب ريب لماذا فيه. قال ذلك وليس هذا؟ لاحظ هنا الإشارة إلى علو منزلته، وأنه بعيد عن الريب، وبعيد عن أن يصنع مثله، ما أو هو أن قريب، يفعل. وإن كان القرآن في أيدينا، هي ذلك للبعيد، هذا للقريب. نعم، طب ليه ما أقول بعيد ذلك وهو قريب في أيدينا المصحف؟ أحيانا لما يقول قرآن، القرآن لما يأتي بلفظ القرآن لم يأتي بذلك، عجيب، لأن القراءة هو يراعي قرآن وكتاب من القراءة، طبعا من القراءة، والقراءة ينبغي أن تكون قريبة. صح، ولذلك لا تجد في القرآن ذلك القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي، كل هذا، هذا القرآن لا هذا مع الكتاب، لا، كتاب عام، كتاب عام. فالكتاب عادة بحسب الكتاب، بحسب السياق الذي ترد فيه. عندما قال لا ريب فيه، لا إذن شك، لا شك فيه، إذن معناه بعيد المنزلة. تقول هذا رجل كبير، أولئك آبائي، صحيح، تبعيد المنزلة. صح، سليم. حتى وراه وإن كنتم في وإن ريب كان منه، يستخدم هذا لكن في مجال غير هذا، غير هذا، مع أن المدلول واحد، الكتاب هو القرآن هو، لا ليس مدلول واحد. القرآن اسم علم لهذا الكتاب، يطلق على التوراة كتاب، أهل الكتاب. الله، جميل. والله يمكن حتى القرآن اسم علم، نعم، والكتاب لا لا عام، عام يعني الكتاب التوراة كتاب والإنجيل كتاب ربنا هكذا، والقرآن كتاب. أتينا كذا صح، الكتاب نعم، هكذا. ما أدري حقيقة أن الآن، يعني أنا ما أذكر أنه الكتاب قال هذا كتاب أنزلناه، لكن هذا الكتاب ما شاف في القرآن إلا وقالوا ما غير القرآن، وقالوا ما لهذا الكتاب، لا يغادر صغيرة هذا شيء ولا آخر كبيرة. هذا، لكن القرآن في لا، سورة الكهف القرآن القرآن لا. لا. طب تلك آيات الكتاب، تلك نفس الشكل، نفس الشيء. آيات تلك مؤنث، تلك آيات نفس الشيء، لأنه بعيد المنزلة، طبعا. لا تطال يد ولا، صح، بعيد المنزلة. نعم، ولا شك فيه. نعم، نعم، بارك الله فيك دكتور، ويعني انسحب بساط الوقت، نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك سيدي، رفع الله بك ونجعلك كالغيث أينما وقع نفع، جزيت خيرا وبركة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في لمسات بيانيه. اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسه اخرى من لمسات بيانيه في القران الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.